يعني ليه وقت بنكون عم نتجول بمدينة حلب القديمة بنكون عم نتجول بإحدى أقدم المدن المأهولة بالتاريخ؟ هاي المدينة يلي تعاقب عليها الحضارات القديمة وتعاقبت عليها الفنون المعمارية بشكل كتير كبير. اليوم نحن كمان عم نحكي كنا عن هاي المدينة بكل تفاصيلها، وخصيصا التفاصيل المدينة القديمة، الخانات، الأسواق، وقلعة حلب وغيرها من التفاصيل، وهالحجارة يلي مميزة الحجرة الحكاية مثل ما تمام. بيقولوا. نحن رح نحكي أكثر بشكل موسع عن هذا الموضوع مع المحامي علاء السيد، هو باحث بالتاريخ ومؤسس أرشيف حلب الوطني ودار الوثائق الرقمية التاريخية. يسعد صباحك سيد علاء. أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. صباح البردات. شو برد اليوم؟ سيد علاء يسعد صباحك وصباح كل مين أكيد حلب يعني يشوفنا ولكل السوريين. اليوم خلينا هيك نحكي حكاية حلبية ونرجع بالذاكرة لورا ونتعرف ليش هيك حجارة حلب، ليش هيك فن العمارة بحلب. لكل يمكن مدينة إلى حكاية ولكل مكان، فما بالك بحلب إنه كل شارع يمكن له حكاية بفن العمارة. هلا بكل الدنيا الحجر شيء جامد، إلا بحلب بيعتبروا الحجر شيء حي، بيعتبروه بيتنفس. هلا إذا بتشوف الحيطان اللي حوالينا بفن العمارة الحلبية ممنوع إنه أنت تحطي فوقها أي شيء، يعني زريقة أو إسمنت أو أي شيء، انه بيعتبروا انه الحرقه الحجره بتختنق والحجره بتتنفس روح. هذا الشيء بيتعاملوا معه الحلبيين مع الحجر عبر التاريخ يعني نحن بنشم ريحه الحجر لما بينزل مطر، نحن بنحكي مع الحجر. المعمار الحلبي يمكن حديثا صار في شيء اسمه مهندس عماره، من زمان كان اسمه معلم سلطان. فشلون نحن في عندنا سلاطين الطرب، في عندنا سلاطين العماره. الله، يعني هو وقت بيعمر بيسلطن، فبيطلع شيء من جواته، هو عمل فني بحت بالنسبة له، هو عمل إبداعي. فالحجرة بتعامل معها بجزء من، يعني مثل بدك تقول لك شلون بتعامل مع أطفالك مع أولادك، بينحتى بطريقة فنية لوحة. نحن في أهم نحاتين مثلا بحلب إنهم بيكونوا أساسهم معمرجية، بنا بيصير نحات حلبي وبحطوا لهم تماثيلهم بأهم الساحات الحلبية. فالعلاقة بين الحلبيين والحجر ما هي علاقة مادية، هي بتقدر تقولي علاقة روحانية. هذا الشيء بظن بتميز عن بقية مدن العالم. بالنسبة لنا حتى جوات البيت، يعني غرفة الجلوس مثلا، غرفة القعدة، ممكن يكون حيطها حجر. بتمتع هو بلون الحجر، بالتعامل مع الحجر. طبعا الحجر بيعطي صلابة، بيعطي صمود، بيعطي بينعكس على شخصية الإنسان، بيعطي جمال، بيعطي طاقة، طاقة حلوة، بيعطي طاقة إيجابية. يعني وقت بنحكي عن حلب مثل ما ذكرنا بالبداية عم نحكي عن أقدم مدينة مأهولة بالتاريخ، عم نحكي عن حضارات كثيرة. شو أهم الحضارات اللي تعاقبت على هي المدينة إذا بدنا نحكي هيك بشكل مختصر، ويلي كان لها تأثيرها المعماري على مدينة حلب؟ هلا إذا جيتي مثلا على الأقواس الحلبية اللي شايفينها حوالينا، هي بتبدأ فن عمارة بيبدأ من 5000 سنة. يعني بقلعة حلب المعبد اللي وجد 2800 سنة قبل الميلاد، نحن هلا 2000 سنه بعد الميلاد، يعني بتحكي 5000 سنه. فحضاره سوريه سريانيه مثل ما بيقولوا، بعدها اجتها حضاره اغريقيه، بعدها اجتها حضاره رومانيه، بعدها اجتها حضاره بيزنطيه، بعدها اجتها حضاره اسلاميه الى هذا التاريخ. هذا الحضاره الاسلاميه بمراحل المختلفه يعني. فكل جزء من فن عماري حلبي هضم هالحضارات كلياتها هي، وطالع بالاخير حضارته الخاصه. فبتلاقي انه نحن في عنا شيء اسمه الأوس الحلبي. الأوس الحلبي في العمارة هو أخذ من الأوس الروماني، وأخذ من الأوس الفارسي، وأخذ من الأوس البيزنطي، وأخذ من الأوس الأرامي. بالأخير معمار الحلبي بيهضم الحضارات كلياتها هي، وبيعطي معماره الخاص، بيعطي فنه الخاص. فأي بناء بحلب، يعني مثلا إذا هن بتعرفوا عليه البيت العربي منقول، أو الحوش العربي، الناس بتفكر انه هو مثلا عربي، يعني بيرجع لشبه الجزيره العربيه يعني. فعليا شبه الجزيره العربيه ما فيها حوش عربي، ما عندهم هذا الشيء، طلعان من سوريا. هلا حتى بتلاقيه هو على ضفاف المتوسط، بتلاقيه بروما. عم نحكي روما، يعني انت عم تحكي 2000 سنه لورا. في شيء بيشبه الباسيو، بيسموه بيشبه البيت الحلبي او البيت السوري او البيت، حتى الدمشقيين نفس الشيء طبعا. فانت عم تعطي اشعاع حضاري، عم تختزلي حضارات، تهضمي حضارات العالم، تختزليها وترجع تطرحيها بفكر جديد. هذا شيء بعتقد كثير مميز بالعالم، مو موجود. يعني اذا رحتي انت مثلا على اوروبا فرضا،
أقدم مدينة حجرية مثلا خلي يكون عمرها 500 سنة 600 سنة 800 سنة، القلاع الصليبية مثلا بأوروبا. بس نحن هون إذا بدنا يعني منقول صباح الخير قلعة حلب عم تحكي 5000 سنة، يعني هي لسه ما بدينا ندخل بقى بما تحت قلعة حلب والتنقيب اللي تحت قلعة حلب. فبعتقد نحن نتميز بعمق حضاري ما هو موجود بأي دولة بالعالم، هذا تصوري للموضوع. صحيح. استاذ علاء، خلينا نحكي عن إعادة الإعمار وترميم حلب القديمة خاصة. حكينا للحجارة إلى تميز خاصة، ولكل يمكن ذرة تربي بحلب إلى قدسيتها الخاصة. اليوم إعادة الترميم قديه عم يكون صعب لحتى يحافظ على عراقة الماضي أو ترميم ما يمكن تم، وإعادة هيكلة بنى تحتية وإلى آخره. هي الروح اللي بدها تكون كلها مزيج واحد لحتى تعطي الروح الحلبية، قديش صعبة اليوم؟ قديش صعبة على خبراء أنه هنين رح يدرسوها كتير من الوقت قبل ما ينفذوها على الأرض الواقع؟ لا، يمكن الحرب القذرة الملعونة اللي نحن تعرضنا لها فائدة وحيدة فقط لا غير، هي لما رجعنا نرمم مدينة حلب القديمة رجعنا على وفق أهم المواثيق الترميم العالمية، مواثيق فينيسيا، مواثيق أهم المواثيق. مرت فترة صار في تعديات على الآثار، صار في يعني مخالفات بقدر تقولي. انضبط هلأ هذا الشيء بحسن الحظ، انضبط بالخمس سنين الأخيرة معايير الترميم عم بتكون كتير دقيقة وبإشراف كتير مهم. هلأ الناس رغم أنه هن يعني كلياتنا مخنوقين اقتصاديا، محاصرين، ممنوع عنا أي إعادة إعمار، مع ذلك خلال خمس سنين إذا بتشوفي أسواق بكاملة رجعت. لسه هي بحاجة، الأسواق دائما بحاجة لطرق تجارة، بدها بحاجة لتصدير، بحاجة لاستيراد. للأسف نحن لساتنا محاصرين من ناحية تجارية، مع ذلك أنا بشوف كتير ناس تجار قاعدين بمحلهم بيقولي أنا صلي أسبوع ما استفتحت، بس قاعد في محلي ما بطلع وبدي اضل قاعد فيه لانه اذا عادت يمكن جاري الجنب. الفكره حكيناها من شوي تماما، يفتح فهو بده يضل وبده يضل، وبقول لي حتى لو قعدت تسليت شفت الناس اللي حوالي بس انا مستمر. هذا الشيء دائما بيعطي شيء ايجابي، يعني بيعطي طاقه ايجابيه، بيعطي تفكير ايجابي، بيخلي غيره يستمر بهالقصة. يعني سوق المدينة القديمة هن يمكن 37 سوق متداخلين ما بين خانات وما بين أسواق. مبارح كنا بسوق السقطية وكان في كمان جنبنا خان الحرير، كمان انتهت أعمال الترميم فيه. خلينا أقول نحن اليوم موجودين بخان الصابون يلي هو يمكن كان له مهن مختلفة سابقا قبل ما يكون مكان للصابون. خلينا نحكي شوي عن تاريخ الخانات بمدينة حلب. هلا متى ما قلتي في تجارة عالمية بدك تساوي خان، الخان هو فندق يقعد فيه التاجر اللي جاي من الصين واللي جاي من فينيسيا، بينام بهالخان هاد وبيبيع بضاعته بهالخان هاد وبيحط قوافله يعني جميله، بيحط بضايعه بهالخان. حلب إذا بتحكي كطريق حرير أو طريق توابل قطعا هي بترجع لقبل الميلاد، فأنت عم تحكي خانات عمرها آلاف السنين. هلأ في ناس عندها فكر أنه هذا الخان عمره مثلا 100 سنة أو 200 سنة، هذا أكيد مبني فوق خان عمره 1000 سنة 800 سنة 900 سنة. خان الصابون، نحن هلأ بخان الصابون، هذا سمى جديد، خان الصابون كان مصبغة من قبل. خان الصابون الموجود بأسواق المدينة عند خان الوزير عمره 600 سنة، انت عم تحكي عهد مملوكي، العهد المملوكي الحلبي، يعني اللي عمره هو أمير مملوكي حلبي أو كان مستلم حلب. خاناتنا ما هي خانات جديدة أبدا، وما هي خانات تقدر تقولي فترة 300 سنة أو 400 سنة أو 500 سنة. وحلب كان يضربها الزلازل، فأكيد هي في زمن سيف الدولة الحمداني مثلا هي كانت ملتقى تجارة ما بين دولة المماليك وبيزنطة، فلما يجوا تجار إجباري يكون في خان. أنت عم تحكي يعني 900 ميلادي. الدراسات تبعت في عالم فرنسي سوفاجي بيقلك أنه أسواق حلب القديمة وخاناتها بترجع للعصر الإغريقي، سلوقس بناها يعني عم تحكي 300 سنة قبل الميلاد. حتى الاسم الجديد اللي هو خان ممكن انت تعتبريه اسم حديث في التاريخ، هو سوق تجاري يمكن بكل اللغات اللي مرت على المنطقة. هون حلب كانت تحكي إغريقي، كانت تحكي آرامي، كانت تحكي روماني، كانت تحكي بيزنطي، كانت تحكي عربي. حلب
يعني مر علي عشرات لحضارات مثل ما ذكرت. يعني يمكن حتى في روايات عالمية حكت عن هذا الموضوع، حكت وشرحت عن حلب كيف هي ملتقى اقتصادي كانت بتشكل أسواق معرض بالنسبة للتجار مثل ما ذكرت حضرتك، لحتى يعرضوا فيه منتجاتهم المميزة، وكانت ملتقى للتجار من كل أنحاء العالم واللي كانوا يمرقوا فيها لحلب بموقع الاستراتيجي، خلينا نقول للاقتصاديين كان لها موقع اقتصادي استراتيجي. انت لما بتقولي انه مثلا قنصليه البندقيه التجاريه، البندقيه فينيسيا فتحت في زمن الظاهر غازي الايوبي، فتحت بحلب قبل ما تفتح حتى في القاهره او ما تفتح بيروت او ما تفتح حتى في دمشق. فالشيء اللي بيخلي تجار فينيسيا، هي كانت يعني قطب التجاره العالمي بهداك الوقت، عم نحكي من 800 سنه، يجوا عند الايوبيين ويساووا قنصليه في حلب. لما بتحكي بانه القنصليه الفرنسيه مثلا عمرها بحلب 600 سنه 700 سنه كمان في عهد المماليك، القنصلية الإنجليزية، القنصلية القناصل ما كان هدفهم تمثيل يعني شان فيز مثل هلا، كان هدفهم تمثيل تجاري بحت. نعم. هو الدير على المصالح التجارية لإنجلترا في بلادنا. أستاذة علاء، يمكن حديثنا كتير طويل لحتى نحكي عن حلب، وقد ما حكينا ما منوفي حقها، ولكن نحن بدنا نعتذر منك لأنه رح يصير وقت الموجز ولازم نختم معك. شكرا على كلامك يلي يمكن هو كان طاب اليوم، وحكينا هيك وقائع عن هاي المدينة العظيمة. ميرسي كتير لألك، يسعد صباحك. شكرا كتير لألك سيد علاء للمعلومات يلي قدمت لنا إياها، وعرفتنا عن بعض التفاصيل عن هي المدينة الجميلة. شكرا كثير لك سيد علاء.